صباح الخير من جديد، انتم معانا في صباحكم اطرحك على راديو 90 90، وكل يوم عندنا جديد وكل يوم في حاجات ومكالمات وحاجات حلوة بتحبوها. ومن الحاجات الجديدة اللي بعد غياب طول شوية عن حبايبه ومستمعيه في مصر والوطن العربي، فاجئنا ماهر زين بأغنية جديدة مع اقتراب حلول شهر رمضان، وهي أغنية رمضان جانا اللي عرفنا انها جزء من ميني ألبوم مكون من 6 أغاني. الأغنية من اول ما نزلت سمعت جدا لدرجة انها في يومين تخطت 1,100,000 مشاهدة. احنا ماهر زين معانا دلوقتي على الهواء مباشرة على الراديو 90 90 علشان نبارك له الأول وندردش معاه شوية. يا ماهر صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك صديقي؟ والله حبيبي حبيبنا حبيبنا أحمد، الله يبارك فيك. الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟ أنا الحمد لله. أنت وحشنا ووحش جمهورك في مصر جدا جدا جدا. شكرا وانا كمان. والله اولا مبروك الاغنيه والميني البوم، وواضح كده من البدايه انها حاجه قويه جدا جدا جدا. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله. لا فعلا يعني هي اغنيه عامه يعني كل العالم عارفينها. انا والله ما كنت عارف انه امي واختي وكل اصحابنا يعني كلهم تعرفوا الاغنيه. سبحان الله، الحمد لله. رمضان جانا بقى، اول ما قلت عم سجل رمضان جانا قالوا اهلا رمضان يعني مباشرة بدأوا يغنوها. فالحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله حيكون في يعني هيك يعني إحساس جميل يطلع منها الأغنية إن شاء الله. خلينا هنمسك كده مع بعض الألبوم حاجة حاجة، وإحنا عارفين أن في الأغاني ليها تواريخ، في 16 أبريل 23 و30 و7 مايو وليلة العيد في أغنية كمان. القصة إيه؟ أنتوا قررتوا ليه أن الألبوم ما ينزلش كله مرة واحدة أو الميني ألبوم ويبقى متوزع على طول الشهر الكريم؟ والله هو يعني عشان الواحد اكيد يخلي الاكسايتمنت الموجوده بالهواء. وبعدين كمان انه الناس يقدروا يشبعوا من اغنيه خلال اسبوع، بعدين الاسبوع الثاني تجي اغنيه جديده، ويعني يكون في هيك روح رمضان واغاني يعني روحانيه، لانه الاغاني فعلا كثير كثير حلوين. اغاني يعني عندك يعني كيف بيقولوا very 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 emotional songs. عارف كيف؟ فان شاء الله كل جمعه خلال شهر رمضان حتنزل أغنية جديدة، وإن شاء الله إن شاء الله هو جميع. الأغنية اتصورت في مصر، ومن قبل ما الأغنية تنزل وبدأ محبي ماهر زين يسربوا صور، وبدأت الناس تقول ماهر زين في مصر وبيصور حاجة رمضان، وبدأت الناس تستنى الأغنية، والأغنية اتعرفت كمان من قبل ما تنزل، وكل الناس كانت في انتظار أغنية ماهر زين الجديدة. اختيار الأماكن في مصر كان اختيار هل الأويكنينج ولا ماهر ولا الإخراج، وليه اخترتوا الأماكن دي بالذات؟ ولا شوف صراحة، أولا هي الأغنية هي يعني كلاسيك سونج من مصر بالمصري. فانا اول ما سمعتها يعني اول ما بعد ما سجلناها وكنا عم نفكر ان نصور فيديو، قلت لهم انه انا حابب اصورها في مصر عشان يكون في روح رمضان مصر فيها الاغنيه. مثل ما بتحسوا انه الواحد بس يسمع رمضان جانا بفكر بتعرف الفوانيس والشارع منور وكل هذا، روح رمضان اللي موجود في مصر. فحبينا نضيف هذا في الفيديو، عشان هيك اخترنا ان نصوره في مصر. ماهر انا عارف ان انت بتحب رمضان في مصر كمان. نعم اكيد اكيد، انا من احلى شهور رمضان يعني عشتهم، ويعني اكسبيرينس كان في مصر تقريبا من 10 سنين الحمد لله. خلينا نتكلم على الالبوم، يعني نور على نور، كانت امتى بدايه التحضير وبقالكم قد ايه شغالين عليها ماهر دلوقتي؟ هي فكره الالبوم كانت يعني تقريبا من 6 شهور يعني last year، وكنا شغالين عليها تقريبا، يعني بدأنا نشتغل يعني intense من تقريبا شهرين. وكله شغل تعرف التصوير يعني والريكورد وهذا وكله production كله ياخد a lot of effort and a lot of time. فاشتغلنا a lot آخر شهرين عليه، بس الحمد لله finally يعني الأغاني جاهزين وعم نصورهم. يعني أنا كنت في تونس هلأ من خلال العشر أيام اللي مرقوا، وكنا عم نصور للثانيين، وهلأ أنا في إسطنبول كمان إن شاء الله هصور شوي وبعدين إن شاء الله يعني رمضان كريم. أنت بدأت الله أكرم، أنت بدأت بالفعل في تصوير أغاني تانية كده؟ أكيد أكيد. إحنا خلصنا بعض التصوير الثاني وشغالين عليهم، يعني لسه شغالين على بعض التحضيرات كمان.
اختيار، يعني انا كنت اسالك على حاجه بس انت حتى في البدايه قلتها، يعني اختيار اغنيه تراثيه مصريه للشهر الكريم، يعني كان الهدف منها ايه؟ ان انا نعيد التراث مره تانية، ولا ان انا اعمل الميكس ما بين الجديد والقديم مع بعض؟ كان يعني فكره او وجهه نعم، نظر ماهر ايه؟ هو شوف سبحان الله، في اغاني كتير تراثيه نحن يعني في كتير شباب من الشباب مش سامعينهم. مثلا اغنيه يا نبي سلام عليك تعتي السلام كانت عليكم. كمان اغنيه قديمه جدا، وبس غيرنا اللحن وجددناها، واكيد توزيع وكل هذا. وفي مثلا مولاي يصلي، ففي اغاني هيك تراثيه جميلين جدا جدا، وتحس انه نحن كلنا يعني شوي ناسينهم. فاحيانا بيكون هيك شيء جديد تحب تضيف شيء عليه، يعني توزيع او مثلا تعمله بطريقه جديده، يعني يو كان ريفايف مثل ما بقولوا، بترجع بتحييه ان اي واي يعني. تحيه. نعم طيب لو قلت لك كلمنا عن باقي الاغاني من غير ما تحرق ومن غير ما نسرب اي حاجه، بس عايزين نعرف شويه عن باقي الالبوم اللي هي كل جمعه هيكون فيه اغنيه جديده لماهر زين نعم نعم في الشهر الكريم، كلمنا عن باقي الاغاني. هو ان شاء الله، ان شاء الله اكيد يعني. شوف الاسامي الاغاني موجودين برا، يعني ديمون نوز ناو، في الاغنيه مثلا اكيد رمضان جانا نزلت، في ليتك معنا، في عندك ليتك معنا، هي عباره عن انه ليتك معنا يا رسول الله. صلى الله شوف عليه وسلم. يعني ذا ستيت اوف العالم، يعني ستيت اوف ذا امه، وستيت يعني اغنيه جميله جدا، كنا عم نصورها هلا من كام يوم، يعني ما شاء الله اي ثينك ذا فيديو كان بي اوف ذا هوك. وفي بعدين عندك يا نور على نور، هيدي بالمصري ان شاء الله، تمام. كمان جميله عن القران الكريم. في عندك قلبي سجد، قلبي سجد كمان يعني انا اي لاف اول ذا سونغ صراحه، يعني اتس لايك سو ايموشنال، تمام. يعني كثير كثير تحسهم انه روحانيه وبيأثروا، مؤثرين جدا يعني. وحب بعدين في النبي، عندك حب النبي. حب النبي بالضبط، حب النبي ان شاء الله المصريين والعالم العربي حيحبوها كثير 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 الاغنيه ما شاء الله. و شو كمان في هو أحمد بقى بتكلم كمان، ليلة العيد. هو احمد ابو محمد، هيدي ون اوف ماي فيفرت اختي، محمد. طلع ان شاء الله، ليه ان دي شاء الله بالذات ليلة العيد يا ماهر؟ ليه اخترت دي تكون هي ليلة هي العيد؟ هي شوف، هو احمد ابو محمد فيها ال فيها ال يعني الانرجي بتاع، يعني اتس ان اب بيت سونج غير عن الثانيين، كل الثانيين روحانيين وتحسهم انه يعني ميلو بالاد، عرفت كيف؟ بس هو احمد ابو محمد يعني بتذكرك بمثلا اغنيتي مثلا مولاي صلي، فيها هالانرجي. فان شاء الله حتكون يعني هي عباره عن انه اغنيه العيد مثلا. أغنية العيد. نعم ان ماهر، شاء الله. لو جمهورك، يعني جمهورك اللي سمعك دلوقتي في مصر وحابب توجه له رسالة، بما أن رمضان بيفصلنا عنه ساعات إن شاء الله ويهل علينا هلال رمضان، تقول لجمهورك إيه؟ نعم والله أنا حابب أولا أقول كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم ينعاد علينا بالصحة والعافية إن شاء الله. وأكيد يعني نذكر يعني حالنا ونذكر الجميع إنه هي شهر بالسنة اللي يعني رمضان جانا اللي بيجينا، ويعني نحتفظ فيه قد ما فينا ونعمل قد ما فينا خير، وتعرف يعني كل هذول الأمور اللي بيجوا يعني كما بقول في الإنجليش، يعني everything that comes in رمضان، everything that's part of رمضان، to read قرآن، يعني نقرأ قرآن، نصلي ونزكي، ويعني كل العمل الخير اللي الدين الإسلام بيعلمنا إنه نعمله، نزيد ونزيد ونزيد في رمضان إن شاء الله. وعشان مثل ما بيقولوا charge your batteries قد ما فيك، عشان يعني تلاس بعد رمضان كمان قد ما في الواحد، لأن هي أكيد رمضان هو الشهر، مش عبارة إنه الواحد يجي في رمضان ويعمل كل شيء زيادة ويبل يعني يصلي وزيادة وهيك وبعدين خلاص، لا هي عبارة إنه ريتشارج، يقوي الإيمان، وبعدين إن شاء الله يدلوا الواحد عم يعمل نفس الشغلات اللي عم يعملهم في رمضان، يكمل كمان بعد رمضان قد ما في إن شاء الله. طقوس ماهر زين الرمضانية. نعم نعم طقوسك، طقوسك، عاداتك الرمضانية اللي انت دايما بتحب تعملها في الشهر الكريم يا ماهر. والله شوف، انا يعني طبعي كثير بيتوتي بحب اقعد في البيت، ويعني والواحد اكيد يقرا قران ويكون مع العائله ويفطر مع العائله، والتراويح جميل، بس ما بعرف كيف السنه سبحان الله حتكون، اذا حتكون مثل السنه اللي فاتت للاسف
ما هيكون في تراويح عندنا في السويد يعني. تعالى مصر وكانت يا ماهر، ماهر ماهر تعالى مصر، عندنا تراويح يا ماهر، خلاص يلا خلاص فرصتك تعالى والله. مستنيينك. شوف بس شوف سبحان الله، شوف في شغله حدا قال لي اياها السنه اللي فاتت كانت حلوه كثير. تمام. قال لي الواحد هلا يعني الواحد حيمتحن نفسه كمان، انه شوف مثلا انت لو مثلا ما في مسجد تروح تصلي فيه تراويح، هل انت كنت عم تصلي بس عشان صوت الشيخ، او مثلا تروح تصلي مع الاصدقاء وتشوف الاحباب وليه، ولا فعلا عم تصلي يعني بنيتك انه حابب يعني ترضي ربك سبحانه وتعالى، يعني انه انت حتصلي في البيت ولا ما حتصلي في البيت لانه ما في المسجد، فهمت علي؟ بس سبحان الله كانت فكره حلوه وعجبتني كثير، وشد وصار الواحد يشدح حاله اكثر انه فعلا كل ليله يصلي يعني على قليله ركعتين او اربع او يعني قد ما في. بس في فكرة حلوة تانية، ما ان شاء احنا الله. بنعزمك تيجي رمضان هنا، يعني تيجي شوية رمضان، يعني في فكرة حلوة تانية برضو، مصر عايزك تيجي تاني علشان تصلي معنا التراويح في مصر. والله يا ريت يا ريت يا ريت، بس سبحان الله ما بنعرف، بنشوف شو بيصير معنا، ان بس شاء يا الله ريت يا ريت. بس انا هلا صار لي تقريبا يعني 3 اسابيع، حيصير لي اكثر من 3 اسابيع برات البيت وبرات العائله يعني، وان شاء الله يعني looking forward to coming back. احنا في انتظارك علشان تيجي تشرفنا هنا في راديو 90 90، ويبقى لينا ان لقاء شاء الله حبيبي حبيبي، كعادتك الجميلة شرفتني لما بتنورنا في مصر. ان شاء الله ان شاء الله، لي الشرف واود لفظ ان شاء الله. ماهر انت نورتنا، والف مبروك على الالبوم، وان شاء الله باقي الاغاني زي ما بيقولوا بالمصري تكسر الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، كل عام وانت بخير. طب انا مش هسيبك غير لما تقول لي رمضان جانا، يعني سمعها لنا كده، يعني انا عارف ان احنا بدري وكل حاجة، بس هنسمعها من ماهر كده هتبقى حلوة. كل ده بحاول. ماشي، بالضبط، انا هلا لسه صاحي من شوي، بس يلا اغنيكم شوي ان شاء يلا الله. بينا. بحاول يلا. بسم الله. فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد، يملأ قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوا قولوا شهر الطول، غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا. كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنت بألف خير، وكل عام وأنت حبيبي بخير، الله يبارك فيك، ورمضانك كريم إن شاء الله يا حبيبي. الله أكرم، شكرا 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 أحمد. ماهر.